المشاركة في هذه العملية. الشيء الذي يبغي يعرفها وكذلك صل الخبر لكل جميع المسلسل ديال التحضير لإحصاء العام للسكان والسكنة اللي غادي يكون من فاتح إلى 30 شتنبر المقبل، تيعطي واحد الموقع مركزي لواحد المرحلة اللي هي مرحلة التكوين، أي التكوين ديال جميع المترشحين اللي باغيين يساهموا في الإنجاز ديال هذا الإحصاء، واللي غادي يكون مرحلتين، مرحلة ديال التكوين عن بعد اللي تيمكن لها تفتح واحد المنصة لهذوك الناس اللي بغاو يشاركوا باش يتكونوا على المصطلحات وعلى المفاهيم ديال اللي تقتضيها الاستمارات، وكذلك المحتوى الاستمارات، وكذلك يتدربوا على الكيفية ديال الاستجواب ديال المواطنين عن طريق اللوحة الإلكترونية، لأنه لكل هذه الأشياء غتكون مرقمانة. فاليوم غادي نفتحوا المنصة ديال التسجيل باش اللي باغي يستفد من هذا التكوين باش يساهم في الإحصاء تيخصو يتسجل في هذه المنصة عن طريق أي وسيلة ديالو، إما الآيفون ديالو وإما منصة لوحة من اللوحات اللي عنده تيمكن له يدخل بها للمنصة اللي كاينة الآن ديال التسجيل. وبعد ذلك بطبيعة الحال كاين التكوين عن بعد لمدة ديال 3 شهور تقريبا، وبعد وفي الليلة ديال الإحصاء غادي تكون عنده إمكانية ديال يعاود يركز ذاك التكوين ديالو عن طريق تكوين حضوري في عين المكان باش عادي توزع على جميع المقاطعات حسب المقاطعات اللي كاينين واللي تحددوا عن طريق العمليه الخرائطيه اللي تمت الانتهاء بها الان. من اجل تقديم المراحل في وصلت مراحل ديال التهيئه ديال الاحصاء ديال 2024، وخاصه من اجل اطلاق المنصه الرقميه لتسجيل وانتقاء المشاركين لا يقوموا بانجاز الاحصاء، وكذلك غنقدموا الموقع الرسمي للاحصاء ديال 2024. اللي خصنا نعرفوا بلي ان المشاركين ولا الاشخاص الراغبين في المشاركه في انجاز الاحصاء غيمروا بواحد 5 ديال المراحل. اولا خصهم يتسجلوا عبر هذه المنصه الرقميه بطريقه سهله، كاين واحد الاستماره رقميه خلال الفتره اللي فتحناها من 7 الى 27 فبراير. بعد ذلك غنقوموا باختيار انتقاء حوالي 200,000 مترشح اللي غيتابعوا واحد الحصص تكويني عن بعد. هنا ندوزو المرحله الثالثه اللي هي التكوين عن بعد اللي غيستمر مده ديال 3 اشهر الى شهر مارس حتى شهر ماي. خلال هاد التكوين عن بعد اي المشاركين غيكون عندهم دروس وغيكون عندهم باش يكون عندهم مؤهلات لانجاز الاحصاء. من بعد التكوين عن بعد غيقوموا باستدعاء المشاركين اللي كملوا التكوين باش تكون هناك مقابلات انتقائيه حضوريا ترى على صعيد الاقاليم، باش نقوموا بانتقاء 55,000 مترشح اللي هما غيقوموا بانجاز الاحصاء في جميع الفئات، باحثين مراقبين ومشرفين جماعيين. وهاد الناس قبل ما يتوجهوا للميدان باش يقوموا بجميع المعطيات غيتلقاو واحد تكوين حضوري على صعيد حوالي 300 مركز تكوين على صعيد التراب الوطني باش يكونوا جاهزين ان شاء الله باش يقوموا بجميع المعطيات انطلاقا من فاتح شتنبر الى غايه 30 شتنبر 2024. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.